أنا الآن سوف أذكر حادثة تاريخية، وهذه الحادثة أتمنى من الجميع أنه يقدر يصدقنا فيها، لأنه فعلا هي ذا الذي حصل. أنا في الجبهة مسؤول الأمني والعسكري، تم التداول حول فكرة إنشاء مسيرة العودة الأولى اللي صارت ب 15/5/2011، وأقنعنا فيها القيادة السورية المناضلة في ذلك الوقت حول الجدوى تبعها، وذهبنا إلى المسيرة، وكانت التسهيلات السورية كبيرة، وتجاوزنا حتى نحن التسهيلات السورية للإخوان السوريين، تجاوزنا في بعض المراحل وقربنا على الشيك، وفتحنا ثغرة في حقل الألغام، ورحلة ثلاث جرحى أثناء فتح الثغرة بحقل الألغام، وقلنا لهم للشباب اللي بده يطلع على فلسطين يحمل حاله ويطلع كجبهة وكفصائل وكجماهير، كجبهة وفصائل وجماهير، وأنا كنت المسؤول الأمني عن المسيرة. نعم، عرف كيف. وكان الشيء اللي فتح الثغرة شهيد من عنا اسمه نضال عليان، استشهد في حرب اليرموك بعدين لاحقا. نعم، فتحنا حقول هالألغام والناس التحمت مع بعض البعض. أنا صدقا لأول مرة أشاهد الإسرائيلي أو الصهيوني لا يعرف ماذا يعمل، وما شاف هالسياج انقام وشاف هالناس يلي ما بيعرفوا فلسطين. نحن جيل ما ولدنا بفلسطين، آبائنا ولدوا بفلسطين، بس نحن جيل سمعنا عن فلسطين، وما نحن بنطلع بنشوف الناس عم تتراكد لتوصل جوات فلسطين على حدود مجدل شمس، وعم نشوف سكان مجدل شمس الأبطال كيف عم يستقبلوا الشباب الفلسطيني اللي قادم. نعم، وعم نشوف الفلسطيني. ايه جرت هذه المسيرة، بس حتى ما ناخذ كل الوقت أخ خالد. بس أنا النقطة هاي هون. ايه صار في عند الإسرائيلي صدمة كبيرة بعد انتهاء المسيرة، ما عم نحكي مشان احنا الوقت. بعد انتهاء المسيرة انا بيتصل فيني مندوب الامني تبعي عن دحلان، والله العظيم انا عم بحكي هذا شاهد للتاريخ. نعم، بيقول لي هلأ الساعة 4:30 صباحا خرجوا الاسرائيليين من عن دحلان. قال لي انا سمعت العبارة التالية، الاسرائيلي يقول لدحلان التالي: نحن لا نريد أن نعمل عمليات كورتاج في الجولان، نحن نريد أن نزرع لولب لمنع الحمل. العبارة هيك بالضبط، العبارة الإسرائيلية التي قيلت لدحلان. يعني ما بدنا نواجههم على الحدود، بدنا نروح على المخيم. ايه بدنا نروح على المخيمات. ما بدنا موضوع الحدود نهائيا، الموضوع بده ينبت بالولادة من الأساس. نعم، بده ينتهى بالأساس. عرف كيف هذا الكلام؟ وقال لي بده يصير شيء على الخالصة هيك، قال لي مقر الجبهة في المخيم. نعم، مقر الجبهة، لأنه انطلقت الباصات والحافلات والسلل الغذائية التموينية والإسعافية وكلها انطلقت من الخالصة، لأنه في بعض الشباب بيناتهم حسن حجازي وفي فتاة وفي شاب آخر دخلوا إلى فلسطين المحتلة، ودخل حسن حجازي إلى يافا إلى بلده، عارف كيف، وتم اعتقاله من قبل العدو الصهيوني، وأقال هو أنه وما سألوه قالوا نحن طلعنا من الخالصة بالباصات تبع الخالصة وكذا. نعم، أنا هون مباشرة، يعني هون عند هذه النقطة إسرائيل خالد قررت أن تذهب إلى داخل المخيمات من هذه الحادثة. ممتاز. إيه؟ ممتاز. هذه النقطة، هي النقطة يلي هي بدأت في 15/5، بدأت المسيرة العودة الثانية في 5/6/2011، يعني زمن فاصل بسيط بينهم. عند التداول حول مسيرة العودة الثانية وجدنا أنها فخ أمني للجميع، حتى أن الأخوة في حزب الله تمنعوا وقالوا نتمنى أنه عدم المشاركة بهذا الموضوع، ونحن أخذنا نفس الموقف في هذا الموضوع في مسيرة العودة الثانية، وقال هناك أصابع إسرائيلية سوف تلعب في هذه المسيرة، ونحن أخذنا القرار. هذا الكلام من قيادة الأمنية والعسكرية في حزب الله، والأخوان السوريين بلغونا أنه نحن وصلنا نفس الحكي، ونحن كفصائل أخذنا هذا القرار.